عدد كتاب العدل في لبنان يبلغ 225، 170 منهم أصيلين والعدد الباقي كتاب عدل بالتكليف، وهنا المشكلة. بالاعتياد الكتاب العدل عندما بيغيبوا من دوائرهم، وزارة العدل بتكلف بعض الموظفين اللي هن ضمن ملاك وزارة العدل بالقيام مؤقتا بمهامهم، إنما لأسباب ما رح نعددها، هل مدة التكليف طالت بدون أسباب مشروعة، كان بالحري بوزارة العدل إنه تقوم بمباراة على عقب السنين، يعني ما رح نقول في وزير عدل معين، لا، خلال سنوات طويلة. المشكلة بدأت عندما أقرت لجنة الإدارة والعدل مشروع القانون القاضي بتثبيت هؤلاء المكلفين بدون مباراة أو مراعاة لشروط الكفاءة والسن. أغلبية منهم قدموا على المباراة وسبقوا قدموا وسقطوا وأخذوا علامات واطية. المشكلة الأساسية إنه في حال ثبتون أصيلين بيأثروا لنا ماديا على صندوق تعاضد وتقاعد كتاب العدل. عم بتجيب يمكن كاتب عدل عمره تنقول 55 سنة، عم بغذي الصندوق 10 سنين، بس يطلع بده يقبض معاشه التقاعد من رئيس القلم، كرئيس قلم بده يضل يقبضه، وبده يستفيد من صندوق شو اسمه تعاونية الموظفين، وبده يستفيد من صندوقنا. سبب إقرار مشروع القانون بهذه الطريقة لا يعرفه كتاب العدل الذين لم ينفوا عامل التدخل السياسي، فمع اقتراب موعد الانتخابات النيابية كل الكتل السياسية بدأت تسعى لإرضاء محاسبيها، فإلى متى ستبقى القوانين والأنظمة ضحية المصالح الفئوية الضيقة؟